السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده انت ما جبتش اللحمه معاك ليه؟ ايه اللحمه بكره ان شاء الله يا ماما. بكره ده ايه؟ طب والخضار؟ الخضار هتعملوا ايه بالخضار من غير لحمه؟ معقوله يعني هتاكلوا الاكل ورديحي؟ ما يصحش يعني يا ماما. يعني يا بابا هتجيب الحاجات دي ولا مش هتجيبها؟ انت مالك انت بتتكلمي في حاجه زي كده ليه؟ مامتك فين؟ خدت امها واختها وراحوا فرح واحده صاحبتها. فرح؟ والله ناس رايقه قوي الناس دي. يعني انا مش فاهم في حد يعمل افراح اليومين دول. بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الليله. ألف مبروك يا رانيا، اتخطبتي ولا إيه؟ لا أنا عندي حالة من السعادة والانتعاش يا عادل. والحالة بتاعت الانتعاش دي كانت بسبب الفرح اللي أنت روحتيه طبعًا. يا عادل فظيعة وأوفر من الفظيعين كمان. مش عايزة أقول لك الأفراح اتطورت إزاي. تجنن تهبل. أهم حاجة يعني كان في بوفيه وأكل وتعشيته؟ ده كان أوبن بوفيه يحتوي على خيرات الله. وده يعني كان في حلو بقى بعديه؟ يا ده احنا أشجار بقى، موز بقى وأناناس وجوز هند بقى مدلدق على الأرض وحاجات كتير بقى. ولا الزفة يا عادل؟ مش عايزة أقول لك على الزفة، رهيبة. الزفة؟ ايه الزفه؟ ايه مالها يعني؟ الزفه دي كانت زفه واحده، دول ثلاث انواع من الزفه، سمسميه وبورسعيديه ودمياطيه. وعايز اقول لك بقى ثمن الزفه الواحده كام بقى؟ بكام ثمن الزفه؟ 2000 جنيه. نو 2000 جنيه دول 3 4 3000 جنيه 4000 جنيه. ليه بيقولوا ايه فيها الزفه دي؟ ايه اللي بيقولوا ايه؟ ده اساسا هم ما بياخدوش 3000 جنيه في اليوم، لان اصلا الزفه الواحده بتلف مثلا على 4-5 افراح في اليوم. نو اكتر من كده بكتير، بتاع 10 20 حاجات كده. يعني على الاقل الزفه دي بتعمل لها بتاع 10000 جنيه في اليوم. بس كانت رهيبه يا عادل، الناس اتجننت بالزفه. فاكره يا مامي؟ تحفه. ايوه بس برضو ما هو اللي بيقولوه في الزفه هو بقى لهم 100 سنه. يعني لو طوروا الزفه دي ممكن يعملوا ارقام اكتر من كده. انت قلتي لي الزفه دي بكام في اليوم؟ ايوه جه رس على شيشه نظيفه بلا قطيفه. دوله انا عايز افهم بقى دلوقتي احنا قاعدين مستنظرين مين؟ وانت متضايق ليه قوي كده يعني؟ ايوه دوله احنا سايبين البازار يا عم لوحده. يا سلام، اللي يشوف كده يعني يقول الواد بيحب البازار. لعلمك بقى انا ما بطمنش على البازار الا وانت بعيد عنه. ماشي يا دوله، برضو ما قلتليش احنا مستنظرين مين؟ عارف يا رمزي؟ انا مستني ان هو واحد راجل بقى هايل، حته بني ادم تحفه. يالا هو ده اللي هيحل لي كل مشاكل الماديه. لو المشروع اللي في دماغي حصل هينقلني نقله تانية. ايه هتستلف منه؟ هستلف منه. وجايبك معايا ليه بقى؟ تضمني يعني عشان تتحبس مكاني؟ بس يالا بس يالا انت ما تفكرش. يا اهلا وسهلا. اكيد طبعا حضرتك بالدخله دي الاستاذ هشيكا، صح؟ احبك واحب اعرفك بتاريخي. انا لالو هشيكا، كبير مصممي ومطبلي فرق الزفه، دفعه محمود رضا علي رضا ومحمد رضا. تحب نقول كمان؟ لا كده رضا، وحضرتك انا دفعه احمد حلمي. امرني حضرتك. انا بفكر اطور الزفه. وانت تفهم في الزفة؟ ايه اللي افهم في الزفة؟ حضرتك انا خطبت مرتين واتجوزت مرة، غير كده بقى حضرت كل افراح اصحابي وقرايبي. يعني خش في الموضوع. حضرتك انا بفكر اعمل دمج بالنسبة للزفة الفرعوني والزفة المصري. وايه علاقة الزفة الفرعوني بالزفة المصري؟ ازاي بقى حضرتك الزفة الفرعوني دي اساسا كانت زمان ايام الفراعنة يعني. وطبعا كانت هي نفسها زفة مصري. وبعدين الزفة الفرعوني لعلمك يعني كليوباترا ما رضيتش تتجوز انطونيو عشان الزفة، اتخانقوا على الزفة. طب وانت ضامن ان الفراعنة دول موهوبين؟ مواعيدهم مظبوطة؟ لا عنك انت بقى المرة دي يا دولة. بالنسبة للموهبة حضرتك يعني فمعروف ان الطفل الفرعوني أذكى طفل في العالم. اسم الله. لحد ما بيموت بيبتدي ذكائه يقل. أنا بفكر يعني إن اللبس كله كمان في الزفة هيبقى فرعوني، بالنسبة للآلات المستعملة كلها فرعوني، ودي طبعًا إحنا مش هنشتريها، إحنا ممكن نأجرها من متحف عشان نوفر. طب والرقاصة يا دولة؟ لا الرقاصة برضه فرعوني، لأن المرأة الفرعونية اقتحمت مجالات العمل من أيام الفراعنة يعني. اسمح لي.
والاغاني. الاغاني حضرتك معاك الشاعر عادل سعيد، هتحفك باغنيتين للزفه مكتوبين على ورق بردي هتندهش. والالحان بالنسبه للالحان اعتقد انها هتبقى الحان فرعوني برضو، هنلم شويه الحان معروفه نعمل لها ريميكس ننزل بيها على الافراح نكسر الدنيا. والورثه؟ الورثه بالنسبه للاستاذ حلمي بكر يعني اعتقد ان هو الفتره دي مشغول بستار ميكر يعني فمش هيعمل لنا مشاكل ما تقلقش. يبقى كده مفيش غير مكان البروفات ومصاريف البروفات. ما تقلقش المصاريف والمكان موجود عندي، حضرتك ما تشغلش دماغك خالص، بس واضح يعني ان الاسم على مسمى استاذ هشيكا. واضح واضح. يا جماعة يا جماعة فلوسكو كلها هترجع لكو على داير مليم إن شاء الله مع أول زفة أعملها. يا عادل يا عادل احنا مش ضد اللي انت بتعمله، بس لازم تعرف ان في مستويات بتاعت الافراحات دي انت لازم تختار منها. انا فاهم قصدك يا حماتي، قصدك تقول يعني اللي بيتولد كبير بيفضل كبير واللي بيتولد صغير بيفضل صغير. انا متوقع ان في خلال فتره وجيزه جدا انت هتبدا تزف افراحنا في الخارج في دول شرق اوروبا وهتمثل الزفه المصريه بره. ايوه طبعا ده وضع طبيعي، العالميه جايه جايه انا مش مستعجل. وانا بالنسبه لي كل صحباتي اللي هيتجوزوا قريب هقول لهم على الزفه بتاعتك، بس بشرط ليا نسبتي. خلاص يا ست نسبتك محفوظه، بس اهم حاجه تتجوزي وانا اعمل لك الزفه دي مجاني من عندي. بابا انا عايزه اتجوز. تتجوزي؟ ايه اللي فكرك بحاجه زي كده؟ عشان عايزه اتزف. يا ست تيجي عليا ازف كل يوم وانت رايحه المدرسه، بس انسي موضوع الجواز ده، ده مصاريف كتير. عادل اياك والحرام، الافراح راقصات وخمور. لا يا ماما مش كل الافراح يا ماما، وبعدين حتى لو في حاجه زي كده انا مالي، ما انا طول عمري مثلا ببيع تماثيل، شفتيني مره عبدت اصنام؟ لا يا عادل انت راجل محترم طول عمرك. ازاي راحت علينا دي يا عادل؟ انت ازاي هتوفق ما بين البازار والزفه؟ مساله بسيطه خالص مش محتاجه ده كله، إيه البازار بالنهار والزفه بالليل. جم جم ايه في ايه؟ يلا خش جوه خش جوه خش جوه يا جماعه بتوع الزفه جم، يلا خش 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 كله على الهوا كله على الهوا كله على الهوا. يلا يا مشرفان. الو الو الو، سمعني سلام وتحية للناس المية مية، سمعني سلام ليالي الحلمية. حضرتك سلام ليالي الحلمية ايه؟ مع احترامي طبعا للأستاذ اسماعيل عبد الحافظ، بس حضرتك احنا زفة فرعوني، يعني ممكن مثلا نسمع سلام الصوت والضوء، نسمع سلام كفاح شعب الطيبة، نسمع سلام طرد الهصوص من مصر كده يعني. نسمع سلام يا صاحبي. بص انت يا صاحبي انا عايز اعرفك غور من وشي.